وإلى حياة كريمة، حيث انطلقت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالجرفة التابعة لإدارة القصور الصحية بالبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وقد قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لنحو 71 مواطنا على مدار اليوم في مختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. احنا بنقدم اكتشاف مبكر للضغط والسكر كله بالمجان، وان شاء الله برضو مكملين. احنا بنفحص العيان وبنعمل له الفحوصات اللازمه، الاشعاعات، مستشفى متنقل يعني، وبياخد العلاج المناسب، وكل هذا طبعا بالمجان. كل انواع الادويه بالمجان، وده في اطار اعمال سياده الرئيس في حياه كريمه.